هذا وقد أعلنت وزارة الإنتاج الحربي الاستعداد بإنشاء مستشفى ميداني من إنتاج مصنع 200 لدعم المصابين في الأحداث الأخيرة من الشعب الفلسطيني الشقيق. وأكدت الوزارة أن المستشفى الميداني يعد بمثابة وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين، مضيفا أن المستشفى الميداني يمكن إقامته على مساحة 1000 متر مربع ويشمل عددا كبيرا من الأقسام.